هي اتأخرت كده ليه؟ ما تقلقش زمانها ده شكلك مياس ومش هتيجي. انت ما بتثقش فيا ولا ايه؟ لا الحقيقة. طيب اوعى تقول لي ان هي اللي زي القمر اللي جاي هناك دي. هي ايه؟ ازيك يا ديما؟ معلش اتأخرت. لا لا يهمك. ادي يا ستي الأديب العالمي بتاعنا عمر جلال الدين. يا عمر. هاي. إيهاب بقى بيقول إن أنت جامد قوي. والله هو إيهاب بيأفور شوية. بس الحقيقة هو ما أفورش لما قال عليكي زي القمر. أنت داخل سخن وبتعكس من أولها بقى. لا والله خالص. بس أنت فعلا زي القمر. طيب سيبنا بقى من المجاملات دي. بص يا سيدي. داليا بنت خالتي. حلو. وانا بشتغل صحفيه في جريده السفر وماسكه لها كل شغلها فيما يخص الصحافه، يعني تقدر تقول ان انا المستشاره الاعلاميه بتاعتها. تمام؟ ماشي تمام. هي بتدور على ورق وانا عرفت ان انت ممكن يكون عندك ورق حلو ينفع. طبعا انا عندي ورق كتير يعني ومواضيع مختلفه ومتنوعه يمكن ما حدش داس فيها قبل كده يعني. لا والاهم من كده ان احنا زي ما قلت لك محتاجين عمر يقرر اذا كان الشغل ده هيتعمل افلام ولا لا. هو لا يامور. ايوه بالظبط صح. تعرف المخرجين ايدهم طويله شويه على السيناريوهات فانا احب اشتغل مع مخرج اكون واثق فيه يعني عشان ما يبوظش شغلي يعني. يعني انت ما عندكش ورق جاهز؟ لا عندي. لا انا كده اتلخبطت. لا لا احنا بنتكلم على قصص تانية هو لسه ما حولهاش سيناريو انتوا ممكن تاخدوا منها. اه فعلا. والقصص دي نزلت؟ نزلت فين؟ نزلت القصص دي في السوق يعني؟ ايوه نزلت طبعا بس مش هنا. نزلت بره مصر يعني. انت فاشل في الكتابه على فكره. انتوا ما شفتوش حقي انا خالص دي فاتتني يا محمود. صح عندك حق انا فعلا فاشل في الكذب واسف جدا طبعا على كل اللي حصل ده بس ايهاب حب يديني برستيجي قدامك فيعني حب يصيطني شويه بس يعني انا ما عنديش قصص لبره ولا جوه ولا يعني عندي حاجه جاهزه انا كل اللي نزل لي بس قصص اطفال كده في مجلات وكده وبس مفيش ولا افكار ولا سيناريوهات ولا اي حاجه لا في الحاجات دي كلها بس جوه دماغي يعني لسه ما اتكتبتش بس طبعا لو على الكتابه ولو انتم مستعجلين الموضوع سهل جدا يعني المهم انها تتكتب انها تبقى يعني انا مصدقها وتبقى جوايا ومؤمن بيها وكده طب بص يا عمر انا هقابل داليا دلوقتي وهكلمها في الموضوع ولو اني يعني المفروض ان القعده دي ما تطمنش بس مش عارفه ليه انا مصدقاك وحاسه ان جواك انسان موهوب بجد وعنده طاقه كبيره واللي اكد لي الاحساس ده الجمله اللي انت لسه قايلها ان لازم تكون مصدق افكارك واظن ان دي حاجه مهمه قوي ديما الحقيقه انا سعيد جدا في البدايه ان انا اتعرفت بيكي وبجد سعيد ان عندك الاحساس بالثقه دي ناحيتي وانا واثقه انك مش هتخذلني ميرسي انا لسه راجعه من دبي وانت راجع امتى؟ ضروري اشوفك ماشي؟ اوكي ماشي يا حبيبي باي باي ها قولي ازاي عايزني امضي من غير ما اقرا؟ طب امضي على ايه يا هاني؟ ولا المهم انك مضيت داليا فهمي وخلاص يا نجمه الشركه عندنا داخلين ست اعمال جداد سعادتك ممكن تختاري اي نجمه تحبي تشتغلي معاه ويلا بينا نشتغل هو انا هختار بالنجم ولا هختار بالدور يا هاني؟ لا بالنجم طبعا غلط والله العظيم غلط انا مش فاهمه انت بتبيع طماطم وانا اللي قلت انك جاي تكلمني على مسلسل بطولتي ما هو سعادتي كنجمه بطله قدام بطل الحمد لله انك جيتي تعالي شوفي هاني بيقول ايه ازيك يا هاني اهلا بيكي بص انا مش عايزه اعرف من الاخر كده عندك ورق من بابه لداليا اهلا وسهلا ما عندكش احنا مش عايزين انت كده بتتكلمي في موضوع مختلف تماما النجمه بتاعتنا عايزه ورق وانا ما معيش ورق لا يا حبيبي انا بقى اللي بقولك اللي عايز داليا بعد كده يجيبها رقم واحد عموما اللي انت شايفينه انا هبلغ اللي حصل ده في الشركه وربنا سهل السلام عليكم عليكم السلام شكرا مع السلامه
واحنا صح كده ولا ايه؟ ايوه طبعا صح. وبعدين ورق ايه اللي بتدوري عليه؟ احنا مش اتفقنا ان مفيش مسلسلات السنه دي وهنعمل فيلم واحد عشان نخش السيزون اللي بعده رمضان؟ ما هو فين الورق ده؟ انا النهارده قابلت واحد مش عارفه ليه متفائله بيه جدا. واحد مين؟ اسمه عمر جلال، بس احساسي بيه غريب. شكله حلو ولا ايه؟ وايه علاقه شكله في الموضوع؟ انت هتستهبلي يا بنت عليا الكلام ده؟ هو شكله حلو لذيذ، بس لعلمك بقى هو اللي كان قاعد مش على بعضه من اول ما شافني. على العموم سيبك من موضوع الحلاوه ده، خلينا في المهم. هو قال ان عنده مواضيع كتيره حلوه ممكن نقرا وننقي منها. طب يا ريت. هقوم بقى اريح شويه. لا تريحي ايه؟ يلا ننزل. ننزل فين يا مجنونه؟ انت مش لسه داخله؟ احنا في البيت نعمل ايه؟ ننزل مثلا نروح كافيه، نروح سينما، نعمل اي حاجه. يلا 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 تعالي بصي اي حاجه. يلا من يلا 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 وحياتي ده ينزلي معايا عشان خاطري. والله يا بنتي ما ليا مزاج. امال ليكي مزاج في ايه؟ مالكيش مزاج تخشي سينما، مالكيش مزاج تقعدي على كافيه. انا مش عارفه اعمل لك ايه. هو انا كنت عاوزه انزل من اساسه؟ انزلي انت لاصحابك. انا شكلي كده هروح اطب على خطاب اشوف بينيل ايه. خطاب زمانه بيصور دلوقتي. تعالي اقعدي معايا شويه وبعدين بيروحي له. يا لهوي على زنك. استني شويه يا بنتي، انت حلوه وزي القمر. استني خلاص. يلا يلا بقى يلا. يلا. بقى. امشي عادي على فكره. ايه ده فنانة؟ نورت الكافيه والله. ما تعرفيني يا بنتي، انا ايهاب سلم. نورت الكافيه. ايهاب الاونر بتاع الكافيه. اهلا وسهلا. دي ما حكت لي عنك. ده شرف ليا والله يا نجم. ربنا يخليك. ميرسي. إيه طب ما تيجي نقعد؟ لا احنا داخلين نشوف اصحابنا. اوكي تمام. اوكي انجوي. ثانك يو. باي باي. ديما انت هنا؟ انت اللي هنا بتعمل ايه يا استاذ؟ مش مفروض ان انت قاعد دلوقتي بتحضر لي الحاجات اللي هتبعتها لي ولا احنا هندلع من اولها؟ والله انا كنت روحت فعلا وكنت بحضر لده، بس حصلت مشكله غريبه جدا. حصل ايه خير؟ ولا حاجه، انا فجاه ما لقيتش النسخه بتاعت السيناريو اللي انا كنت عايز اجيبها لك، بس اتصرفت وجبتها لك من المطبعه. لقيتها بالصدفه عند المطبعه، عملت لك منها ايه هارد كوبي وعملت لك كمان يعني نسخه منها سوفت كوبي على الفلاشه دي. تمام. تسميته ايه؟ دخلة صيف؟ دخلة صيف. حلو الاسم على فكرة. ميرسي. ده اللي هنا معايا تحب تعرف عليها؟ طبعا. طب تعالى. أنا آخر حاجة كنت أتوقعها إن أنا أشوفكم وبالسرعة دي. عايزة أقول لك إحنا لو كنا رتبنا 100 ميعاد مع داليا ما كانش ظبط بالطريقة دي. ده من حسن حظي. طيب بص يا عمر، أنا عايزة موضوع كده يكون لايق عليا، لكن في نفس الوقت عايزاها تكون فكرة جديدة، تناول جديد. فاهم قصدك جدا. بصي أنا اديت سيناريو خلصان لديما وعندي أفكار تانية كتير، بس لسه هكتب لها التريتمنتس بتاعتها وابعتها لي. حلو جدا. طيب أنا بصور اليومين دول ومشغولة شوية، لكن اعتبر ديما هي أنا. على فكرة إحنا عايشين في بيت واحد وسايبين البيت كله من بيت مع بعض في أوضة واحدة. يعني من الآخر بقى ديما هي أنا. فلو قريت حاجة وعجبتها يبقى أنا تمام، عشان هي عارفة أنا عايزة إيه. فأقعد ظبط كده مع ديما واكيد هيجي وقت تاني هنقعد فيه مع بعض، بس اكون رقت شويه ان شاء الله. انا شرف ليا طبعا ان اتعامل معاكي بشكل مباشر، بس بجد انا يعني سعيد جدا ومرتاح في التعامل مع ديما. على فكره بجد ده شكله نصاب. والله ايه يا عم، هو احنا لحقنا نتعرف على بعض عشان ترتاح معايا؟ والله ده احساسي وانا احساسي ما بيخيبش، حاسس ان احنا هنرتاح جدا في التعامل مع بعض ان شاء الله. ديما بالراحه بقى. العمر ده باين عليه حساس فعلا. انت برج ايه؟ الحوت. يا لهوي الحق. بيقول لك برج الحوت. هي ناقصة واخدة بالك انتي؟ يا جماعة ماله برج الحوت؟ حاجة قبيحة برج الحوت؟ ده حتى عمرو دياب صيطنا يعني، وإن لو مش عاجبكم ممكن نغيره عادي مفيش مشكلة. لا يا عم مالكش دعوة بالحكاية دي، انت زي الفل. المهم ظبطوا انتوا كده مع بعض وشوفوا هتعملوا ايه، وانا هعرف كل التفاصيل من ديما. انا مضطر اقوم دلوقتي. لا استني انا جاية معاكي. عايزين ناخد ايميلات بعض. ماشي اكتبي لي ايميلك هنا وانا هبعت لك منه. اوكي. طب انا حاسبة على العربية. اوكي فرصة سعيدة يا عمر. انا اسعد يا فندم، انا اسعد. الحقيقة انا مش عارف اشكرك ازاي على المقابلة الجميلة دي. انا الحقيقة قبل ما اجي الكافيه كنت مخنوق جدا. نعم
انت بتهرج ولا ايه؟ ازاي تبقى مخنوق؟ يا عادي بتحصل يعني، ما ينفعش احس ان انا مخنوق؟ لا ما ينفعش تحس ان انت مخنوق. ليه؟ ازاي تبقى مخنوق في اول يوم بتعرف فيه عليا؟ صح. يلا باي باي يا عم. دمدوم يا دودو، ازيك؟ الحمد لله. اتاخرتي كده ليه؟ اتخانقني؟ عادي، حصل ايه؟ كل ما اجيب له موضوع الجواز يقولي بطلي شغل الاول. حاجه تقرف. غريب خطاب ده، مش حالي ما كانش مخرج وانتم متعرفين على بعض في لوكيشن تصوير. انا حاسه انه بتلكك وعايز يخلع. اتلخبطت تاني وبختار زفت. المهم اسمه ايه ده؟ اخباره ايه؟ بتاع السناب؟ لا بقول لك ايه؟ الواد ده تأمم خلاص، مالكيش دعوه بيه. مش موضوعك مع خطاب يبوظ يوم عينك تزوغ عليه. الله الله، هو انت لحقت يبقى فيه كده؟ يا حبيبتي انا بسألك على الافكار والفيلم والسيناريو. ما تقلقيش اشبع بيه يا اختي. انا عن نفسي مش هدخل في علاقه مع اي حد عايز يتجوز، اهلا وسهلا. غير كده بلاه. المهم بقى عنده حاجه ولا لا؟ إلا عنده. ده أنا بقرا دلوقتي سيناريو تكنيكه وحواره يهبل. إشمعنى يعني النهارده جاية تفكري في اللي المفروض تعمليه يا شيرين؟ مين اللي كان بعت لي واتساب؟ أنت بجد مش عارف. السيناريو تحفة وأسلوبك يجنن. برافو. رأيك ده بالنسبة لي هيخليني أنام وأنا أسعد بني آدم في الدنيا. يا نهار أبيض، لا تفتكرني داخل أنام. بس أنا على فكرة مش هنام دلوقتي. داليا جنبي بتقول لك أنت رائع، مع إنها قرت أول 10 مشاهد بس. طب ينفع اكلمك دقيقتين؟ عايز اقولك على حاجه مهمه ولا صعب؟ الو ازيك؟ معلش اصل انا بعد ما سمعت رايك ده كان لازم اشكرك بنفسي. تشكرني على ايه؟ لا والله الشغل هايل، والاسم كمان على فكره تحفه، خصوصا بعد ما قريت ففي. بصراحة أنا كنت متفائلة بيك، بس يعني مش للدرجة دي. وعايزة أقولك على حاجة، أنت هتبقى أهم كاتب في مصر وهتشوف. مش قادر أقولك أنا مبسوط النهاردة قد إيه. يعني مش مخنوق؟ مخنوق، وأنت اللي يعرفك ينفع يكون مخنوق. أيوة كده، أصبر وسيبني بقى عشان أروح أكمل قراية، لو سمحت ما تفصلنيش أكتر من كده. يلا باي باي. هو انت ايه؟ بتحبي على نفسك كده على طول؟ ايه العبط ده؟ بتحبي على نفسي ايه؟ انا لسه شايفاه النهارده. يا حبيبتي انا عارفه عينيكي كويس. اول ما الراجل يدخل دماغك تلاقيك بتنور زي اللمبه. يا اختي سيبيها تنور زي اللمبه. هي بتنور يومين ثلاثه اربعه بالكتير، وبعد كده بتقلب حنفيه. على رايك تموكس الرجاله كلهم. لا ماليش نفس اشتم فيهم النهارده. ده الموضوع طلع بجد بقى. موضوع ايه؟ كاندل دينر، حركات رومانسي. انت قوي برضه. ايه دايما بنسى انك برج الحوت. هو فعلا برج الحوت رومانسي شويه. قوي لمده 3 ايام. لا مش للدرجات. صدقني يا ابني هما 3 أو 4 أيام بالكتير. 3 أو 4 أيام هي هي ليلة واحدة بنظبط فيها المصلحة ونقلب بعد كده عادي، مش حاجة. مصلحة في عينك. أنت خدتي الموضوع على نفسك ليه كده؟ كمان؟ ما حصلتش ليلة واحدة يعني. طيب أنا عايز أقول لك على حاجة. اتفضل. أنا عمري في حياتي ما شفت واحدة عندها طاقة إيجابية قدك. ميرسي، بس على فكرة أنت مش أول واحد يقول لي كده. طبعًا.
لان اي حد اتعامل معاكي بيشوف فيكي كده. بص بقى، انا ما بحبش التشاؤم وما بحبش الكسل، بحب الحركه الكتير. باين. تيتا الله يرحمها كانت دايما تقول الحركه بركه، وانا بصدق في الموضوع ده جدا على فكره. صح. مساء الخير مستر عمر. ازيك يا نادر؟ كله تمام؟ الحمد لله. مساء الخير مدام شيرين. مساء الخير يا يانب. جاهزين بالاوردر؟ إيه لا، ادينا بس نص ساعه هنبص في المنيو ونندهك. تمام. في هنا بقى شوربه غير طبيعيه، شوربه فراخ تحفه لازم تجربيها. مش عارف هي هنا ولا هنا. مين مدام شيرين؟ أنا مدام شيرين. أنا ما حققتش أي حاجة في حياتي. حبيت التمثيل وعرفت ده اللي سكته. هي اللي اشتغلت ونجحت وأنا لأ. فكرت في الجواز وقلت أنا كده فرصتي أحسن. مش كل الرجالة بيستوعبوا مهنة الفنان. والنتيجة كل شوية يظهر شخص يلعب بمشاعري ويستهتر بيا ويطلع جاي عشان يتسلى. قلت أكون دايما إيجابية وبضحك عشان لو اوف اتراكشن بيقول كده. حفظت الكتاب ده سيكريت كلمة كلمة وبطبقه بالحرف. والنتيجة ولا حاجة. كل شوية ألم جديد. أنا تعبت. والله انت عارف انا بحب الشغل معاك قد ايه، لكن الدور ده انا عملته كتير. يعني اي ممثله ممكن تعمله. ارجوك ما تضغطش عليا. خلاص اوكي، ميرسي، ربنا يخليك يا احمد. باي باي. باي باي. مش معقول كل ما يبقى في دور واحده هتخطف راجل من مراته كلموني وانا شكلي شمال كده؟ لا طبعا يا حبيبتي، أنا حتى شكلي كيوت. إيه مالك؟ مفيش، مقفلة شوية بس. وهيكون عشان عمر والهبل ده لما دقت على الراس طبول. أيوة بس أنا راسي وجعتني يا داليا، خلاص ما بقتش قادرة. أمال أنا أقول إيه بس؟ تقولي إيه في إيه؟ إيه اللي ناقصك؟ الشغل والحمد لله ناجحة ومكسرة الدنيا. كل شويه يظهر حد في حياتك عايز يرتبط بيكي وانتي اللي بتنقي. باباكي ومامتك الحمد لله ربنا يخليهم لنا موجودين وبنشوفهم في اي وقت. انا مش بحسدك يا داليا، انتي عارفه انتي اكتر من اختي، واللي يبسطك يبسطني. بس حسي بيا شويه، انا بقى حققت ايه في حياتي؟ خلي بالك يا دينا، انا رغم كل النجاح والفلوس دي انا مش حاسه اني سعيده. انا كمان نفسي استقر، الي حياتي، يكون عندي زوج وعيال زي اي بنت يعني. لكن الحمد لله كل الرجاله بقابلهم تصرفاتهم تصرفات عيال، فمش ناقصه قرك يا هاني. حياتك يا داليا انا مش قادره اهزر بجد، انا حاسه ان انا ماليش اي لازمه في الدنيا. انا بفكر اسافر لاهلي ابو ظبي. ايه الكلام ده؟ لا ده انت حبيتيه في يومين بقى. خلاص بقى، ما حبيتوش ولا حاجة، كل الفكرة إن الموقف فوقني. Thank you.
وكمان طلع حرامي؟ ده انت ما جايبك نيله. لا بصي يا داليا، هو انا مش طايقه فعلا، بس السيناريو ده اتسرق مني. عمر دماغه حلو قوي، بعت لي كذا فكره كلهم احلى من بعض، وانا فاكر كويس قوي انه قال لي ان السيناريو اختفى من عنده. لا حرام. انت لسه ما رديتيش عليه؟ لا، فات اسبوع هو هو كل يوم بيكلمني على الاقل 6 مرات، ده غير بقى المسجات والواتساب. انا كل مره بمسك نفسي ومش برد عليه. تمسكي نفسك يعني بيبقى نفسك تردي؟ الزن على وداني يا داليا امر من السحر. مش عليا الكلام ده، انا عارفه كويس اول ما بتقفلي من حد اول حاجه بتعمليها بتديله البلوك التمام. بقول لك ايه، لو حاسه انك محتاجه تردي عليه خلاص ردي. هو انا عايزه ارد عليه بس لا مش هينفع. انا مش ممكن اكلم راجل متجوز، اللي مرضهوش لنفسي مرضهوش لغيري. معلش واحده تانية مش عارف مش ظابطه. طب ممكن انا اصور لك؟ اوكي اوكي. لهوي انا تعبت، بس هي مش واخدين بالهم انه هبدا ياكل. الاكل برد. معلش يا بابا، هما برضه بينبسطوا قوي لما بيشوفوه ممثله هما بيحبوها. عارفه والله، وانا كمان بحبهم، بس برضه بحب الاكل كمان. عمر ازيك؟ ازيك يا دالي؟ كويس؟ ازيك يا ديما؟ ايه ده؟ دي صدفة بقى ولا بتراقبنا؟ لا أكيد صدفة طبعًا. طب اتفضل اقعد. ميرسي. ها قول لي، إيه حكاية الفيلم ده؟ والله مش عارف، فجأة لقيت الفيلم اتسرق مني، كان عندي نسخة في البيت وفجأة ما لقيتهاش. كلمت المحامي وقال لي إن إحنا لازم ناخد إجراءات وكده، وشكلنا هنرفع قضية يعني. ما توقفش عند الفيلم ده. طبعا ما تتنازلش عن حقك، بس ما توقفش عند الفيلم. انت عندك افكار كتير ويمكن احلى من الفيلم ده كمان. واضح انه ديما مقتنع بيك جدا. واضح فعلا، عشان كده ما بتردش عليا في التليفون. لا والله ابدا، انا بس كنت مشغوله. الله يعينك. بص يا عمر، انا عن نفسي انا لسه عايزه اشتغل معاك، وانا واثقه ان عندك افكار احسن، فحضر لي حاجه تانية ويلا بينا. ماشي، شرف ليا طبعا اشتغل معاكي. ها خلاص اتفقنا. طب عن اذنكم انا يعني هلف في المحلات اللي جنبينا شويه وارجع. لا استني انا جايه معاكي. لو سمحت انا عايز اتكلم معاكي شويه. مش هتاخر يا دودو. ها بس سعر كتير. بعد اذنك يا عمر. اتفضلي. خير يا عمر؟ انا ما جيتش هنا صدفه. هو شيء واضح بس مش مفهوم. ديما انا بحبك. عيب عليك، عيب عليك، انت راجل متجوز، احترم الست اللي انت متجوزها. ديما انا مش هقدر اكتم الموضوع ده جوايا اكتر من كده. انا اسف، انا عارف اني غلطت، وعارف ان انا كان لازم اقول لك ان انا راجل متجوز واحكي لك على كل ظروفي. انا اسف. والله وتقولي لي انك راجل متجوز؟ ده شيء ما يخصنيش، احنا كل اللي بينا علاقه شغل وبس. انا كل الحكايه ان انا اتضايقت جدا من الموقف اللي اتحطيت فيه، مش اكتر. والله بس كده؟ الموقف هو الحاجة الوحيدة اللي ضايقتك؟ مستحيل، مستحيل أكون فاهم غلط وتكوني مش حاسة ناحيتي بأي حاجة، مستحيل. المستحيل يا عمر إن أنا أعرف راجل متجوز، والمستحيل الأكبر منه إني أعرف راجل خاين، اللي يخون مرة يخون 100 مرة، واللي يخون مراته يخون أي حد. دي ما أنت فاهمة الموضوع غلط. أنا علاقتي بشيرين منتهية من قبل ما أنت تظهري أصلا. ما كانش ناقص في العلاقة دي غير كلمة وورقة. أنا مش ممكن أعيش مع شيرين، أنا مش عايزها ومش عايز أكمل حياتي معاها. ده شيء ما يخصنيش. طيب يعني أنا لو جيت قلت لك إن أنا راجل سنجل ومفيش واحدة على ذمتي وطلبت إيدك للجواز تتجوزيني؟ لا لا. أيوه لا. ليه؟ أنت عايزني أقول لك آه فتقوم أنت تروح تطلق مراتك وتسيب ابنك وتيجي تتجوزني؟ أنا آسفة جدا، أنا ما أخربش بيت عيلة أبدا. ديما أنا بيكي من غيرك هطلق.
الموضوع ده انا واخد قراره من قبل ما انا اعرفك اصلا. انت مش عارفه شيرين شخصيه عامله ازاي. ومش عايزه اعرف. عيب تحكي لي عن مراتك. دي اسرار بيوت لازم تكون امينه عليها. انا ما حكيتش اي حاجه. انا بس عايزه اوصل لك الموضوع. الموضوع ده لما يحصل، قصدي يعني طلاقي من شيرين لما يحصل، انت مش هيكون لك اي دخل بيه. دي انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. معقول انا فاهم غلط؟ معقول انا بيتهيألي انك انت حاسه بحاجه ناحيتي ويكون لا؟ أرجوكي جاوبيني. بص يا عمر، أنا منكرش إني أول ما تعرفت عليك كان عندي استعداد إن يكون في بيننا مشاعر، لغاية ما حصل اللي حصل. منكرش إن أنا كنت معجبة بشخصيتك، ومنكرش إن كان في بيننا أتراكشن، بس دلوقتي ما أقدرش. مش بس مراتك اللي تمنعني. امال ايه تاني اللي يمنعك؟ ابني. خاطر الرجاله واللي عايز يعرفهم. بتعيطي؟ لا بتعيطي؟ بتعيطي ليه يا هبنا؟ انا بحب عمر. ايه ده اللي بحبه؟ يبقى خلاص بطلي تعملي فيها الملاك ابو النحات. لو الاستاذ ده طلق اتجوزيه ماشي؟ صباح الخير بقى، علشان استاذ شريف عرفه ما عندوش هزار في الشغل. يعني تفتكري لو طلق يبقى من حقي ان انا افكر فيه؟ يا روح قلبي، لو انت ما فكرتيش غيرك هتفكر وهتاخد نصيحه عادي. الدين بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ يا نيله يا حبيبتي، انا قصدي انه ما دام انت مش هتطلبي منه انه يطلق وهو كده كده هيطلق، يبقى خلاص اول ما يجيلك فاضي شيل. ايه بس انا خايفه اشيل ذنب حد. انت حره بقى. بس انا بحبه. Good night. Good night. طلقتها؟ طلقتها، جبت مأذون واتنين شهود واديتها حقها وطلقتها. بالبساطة دي تقلب عليها؟ بالبساطة دي تطلق مراتك أم ابنك عشان قابلت واحدة عجبتك وشكلها حلو؟ جنسكوا إيه أنتوا؟ إيه إحنا مش لوحدين؟ إيه؟ بصراحة أنا مش فاهماكوا، قصدي رجالة يعني. أنتوا إزاي كده مالكوش أمان؟ إزاي تطلق مراتك أم ابنك بمنتهى البساطة؟ مين قال لك إنها بمنتهى البساطة؟ أنا بفكر في الحكاية دي بقالي سنة. كل الحكاية إن جه وقت التنفيذ. وابنك؟ ابنك أحمد ذنبه إيه؟ ابنك بيحبك وانت كمان بتحبه، ليه تحرمه من انه يعيش في اسره طبيعيه وسط اب وام بيحبوه؟ وذنبه ايه ابني؟ انه كان يعيش في بيت يتعلم فيه كل حاجه غلط عن فكره الجواز. ذنبه ايه انه كان يكبر ويشوف امه وابوه مفيش بينهم اي احترام ولا اي حب؟ ازاي مطلوب منه انه بعد كل ده يكون بيت واسره طبيعيه؟ انا اللي عملته ده في مصلحه ابني، وانا عارف مصلحه ابني كويس. انت حر، بس مش فاهمه يعني زن 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 عايز تقابلني، وبعدين بعد ما قابلتني جايه تقولي انا طلقت. طب وانا مالي؟ انت هتستعبطي. عيب كده على فكره. لا ما انت بتستعبطي. دي ما انا عارف ان انت مالكيش اي علاقه بالموضوع ولا سبب فيه. بس انا لازم افكرك بحاجه مهمه جدا. انت عرفتيني وانا راجل متجوز، ودلوقتي انا راجل مش متجوز، واحنا الاثنين فاهمين ان في حاجه كانت بتحصل بينا. وانا محتاج الحاجه دي تكبر، تربطنا ببعض اكتر، ده لو ما ضايقكيش. أنا منكرش إن أنا كنت حاسة من ناحيتك نفس اللي أنت حاسه بيه، ومش هزوق الكلام، لسه عندي نفس الإحساس، بس ده ما يسمحليش إن أنا أبعدك عن بيتك ومراتك. مراتك أنت طلقتها صح، لكن ممكن تردها، وبعدين أحمد ابنك كفيل إنه يرجع كل حاجة زي ما كانت. ممكن يا ديما تبطلي تقومي بدور الملاك وانت بني ادم؟ ممكن تبطلي تقومي بدور انت مش مضطره تقومي اصلا بيه؟ انا كل اللي انا عملته ان انا بعدت عن انسانه اتغيرت، بقت شخص تاني انا ما اعرفوش. ارجوكي يا ديما، ارجوكي، انا محتاج لك ومحتاج ابدا حياه جديده معاكي. انا لسه ما اعرفكش يا ماما. بدري قوي على الكلام. انا مش مستعجل. هما صحيح كانوا ابتدوا يصوروا كام يوم، وصوروا فعلا كام يوم، بس انا الحمد لله قدرت اوقف التصوير ده. عمر
أنا مش عايزة أستنى أكتر من كده. يعني موضوع دخلة الصيف ده هياخد وقت طويل وصراعات. مع إن الحدوتة عجباني جدا، بس عشان ننجز أنا شايفة ناخد أي فكرة من الأفكار التانية اللي كنت حاكيها لنا قبل كده. فابدأ أكتب في حاجة منهم، بس قدامك شهر بكتير. ماشي، ما هو أنا المشكلة إن أنا لسه قاعد في أوتيل، يعني محتاج كام يوم كده أدور على شقة وأستقر وأقعد فيها عشان أعرف أكتب. أنا فعلا بدأت كتابة. مش عارف بقى الموضوع اللي أنا بكتبه هيبقى بقوة دخل الصيف ولا لأ. بس دي مش مشكلة. لو على الشقة ندور. أما الكتابة بقى فوالله ده في إيدك أنت. أنت اللي بتكتب، وأنت اللي تقدر تكتب حاجة أحسن كمان من دخل الصيف. وزي ما قلت لك قبل كده، ما تخليش حاجة توقفك وما تبصش ورا. طول ما أنت في ظهري عمري ما هقف ولا أبص ورايا أبدا. اتنين ليمون يا ابني. إيه يا أستاذ؟ كل ده نوم؟ لا صحصح كده وفوق معايا عشان انا لقيت حته دين شقه تجنن وايجارها كمان معقول جدا. جامد ده الفيلم ده احلى من اللي فات. شفتي مش قلت لك انا لازم اشوفه بكره ضروري؟ طيب ما تخليها بعد بكره. ليه اخليها بعد بكره؟ اصل انا بكره لازم اروح اسكندريه قبل المحامي عشان بابا عايز يبيع شقتنا هناك. طب ايه علاقه ده بالموضوع؟ ما ينفعش اشوف عمر غير وانت معايا؟ لا ما اقصدش، بس يعني بقول احسن ان احنا نبقى الثلاثه مع بعض. ديما العلاقات الشخصية حاجة والشغل حاجة تانية، فما تخلينيش أقفل الموضوع كله. الموضوع ده مش هيعدي على خير، كل اللي طلبته مني عملته لك، ودلوقتي جه الدور عليك. وأنا تحت أمر. يبقى تعمل اللي هقول لك عليه. كات! هو ده! فركش! حضور بكرة الساعة 8 يا أساتذة، محدش يتأخر! الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يخليك، الله يخليك، تسلم. مبروك يا معلم، أول يوم تصوير من تعريفك، أظن دي بقى أسعد لحظة في حياتك. والله أسعد لحظة بجد لما إن شاء الله أشوف الفيلم مع الناس في السينما بإذن الله. لا، السينما دي بتاعتي أنا. أنا آسف. يا عم أنا بهزر، أنت صدقت ولا إيه؟ الإيجو بتاعك عالي قوي. أنا إيجو بس، مخرج بقى وأنت فاهم. طيب هتعمل إيه في المشهد اللي في نال؟ ما تقلقش يا عمر، أنا هظبطها. طيب على الله. ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. مبروك يا عادل. طبعا مش مبروك قوي، انت متعود يعني. طب لقاء سريع كده مع الكاتب والسيناريست عمر جلال الدين، تحب تقول ايه حضرتك في اللحظه دي؟ والله قبل اللقاء انا احب اقول كلمه مهمه جدا بالنسبه لي. احب اشكر الانسانه اللي وقفت جنبي وشجعتني وامنت بيا، ديما. طبعا تعرف ديما. ثانية واحدة، ثانية واحدة، عندي حاجة كمان صغيرة جدا أحب أعملها. تتجوزيني؟ يمكن دي أحلى لحظة في حياتي. طول عمري مستنية إني أكون زوجة الراجل بحبه وبيحبني. بحبك يا عمر. يا ريتني قابلتك وعرفتك من زمان، عمري ما هسيبك ابدا، بحبك يا ديما. بيبي هو احنا مش هنخرج ولا ايه؟ لا يا حبيبتي طبعا هنخرج، انا بس عايز اخلص الخمس مشاهد دول عشان في دماغي ومش عايزهم يطيبوا. طب يلا بقى في الانجاز لحسن، انا هطقم الزحمه. حبيبتي احنا كنا بره طول اليوم، ما قعدناش 3 ساعات في البيت على بعض. انت عجوز ولا ايه؟
نقعد في البيت نعمل ايه؟ نخرج نسهر نعمل اي حاجه. انت عارف انا ما بحبش قعده في البيت. حاضر. طيب انا اتكلمي داليا عشان انا عايز اخد رايها في فيلم كده بكتبه. مش لما تخلص الاول الفيلم اللي بتصوره؟ عايز اعوض يا ديما بصراحه، عايز اعوض. كفايه اللي راح مني. بصي، هو الفيلم ده انا شايفه ان هو هيبقى فيلم الموسم، يعني احنا لو جبنا له مخرج كويس، كاست كويس، يعني اتصرف عليه بشكل كويس، انا اعتقد ان محدش عمل الفكره دي قبل كده. ومين اللي هينتج بقى؟ يعني هنلاقي حد. بس انت مهم ديما اختراعها فين؟ ايه ده ما تردش ليه؟ يا ابني ديما فيها عرق هبل، هو انت بتعرفش ولا ايه؟ لا ما اعرفش. بس هتفصل كده مش حاسه بحاجه. المهم بقى اكملها وبعدين. ولا حاجه، هو المين بلوت في الموضوع ان البطل لما بيعرف بيروح قاتل ابو البطله ومامتها. الاخر فاهمة؟ طب ما بلاش حكاية تقتلهم دي. يعني لو البنت راحت لرمزي وقالت له انت راجل قمر وظريف ولطيف بصراحة استخسرك فيه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ كلام ايه؟ مش فاهم. الكلام اللي انت بتقوليه، مين اللي قمر وظريف ولطيف؟ ايه ده؟ مالها الهبلة دي؟ هبلة؟ مشكلتي يا داليا على فكرة ان انا مش هبلة. ايه دي في ايه؟ يعني في مكان عام في ايه مالك؟ انت اتجننتي في حقلك ولا ايه؟ يا سلام، ليه؟ شايفيني ماشيه بشد في شعري؟ والله ما هو ده اللي ناقص على فكره. انت ايه اللي منرفزك دلوقتي؟ يعني لما اجي الاقيكي بتقولي لجوزي انت قمر وانا مستخسراك، هو انا مش مفروض اسال بتقولي الكلام ده ليه؟ ديما ديما انت مش فاهمه حاجه، احنا في مكان عام وانت مش واعيه اللي انت بتقوليه، ممكن تهدي؟ استنى والنبي يا عمر، انت قصدك اني بعمل ايه يعني؟ بحاكس جوزك مثلا؟ ها؟ مش مصدقه والله. مش انا بعد اذنك يا جماعه. استني يا داليا، استني يا داليا، انت كمان رايحه فين يا بنتي؟ استني، انت ايه اللي بتعمليه ده؟ انت مجنونه؟ لو سمحتي يا عمر ما تضغطش عليا اكتر من كده عشان صوتي ما يعلاش المكان. خلاص خلاص، يلا يلا جنان ده. وحتى لو كنت فهمت غلط ايه المشكله يعني؟ المشكله ان انت كان شكلك زي الزفت يا ديما، وبعدين المفروض داليا دي تبقى زي اختك، ازاي تتكلمي معاها بالشكل ده؟ انا مش فاهم. والله انا قادره ازاي اتعامل معاها. انا مش عايز يحصل بينك وبين داليا دي اي مشكله. ممكن والله خايف على علاقتي بيها ولا خايف على شغلك؟ انت بتقولي ده وايه المشكله؟ عادي يعني ما تبقى خايف على شغلك. وبعدين انا مش فاهمه ايه كل فيلم تكتبه يبقى الاستاذه داليا فهمي؟ ايه المؤلف الملاكي ده؟ انت بتاعها ولا ايه؟ انا مش مصدق اللي انا بسمعه ومش مصدق اللي انا شايفه. انت اسلوبك النهارده غريب جدا، انت مش سامعه نفسك؟ أنا أسف، أنا ممكن تكون أعصابي تعبانة شوية عشان ما نمتش كويس. وبعدين أنا بغير عليك، بغير عليك قوي كده. ده حب بقى. حب جامد. خلاص مش مشكلة، كلمي بقى داليا واعتذري لها وخلاص، متخليهاش زعلانة منك تاني. ماشي. ما تعمليش كده تاني. حاضر. يا ديما، ديما. اي حبيبي. حبيبتي انا هعمل الدرج ده للشرابات بتاعتي كلها. ماشي ماشي اوكي. ناديتني ليه؟ ناديتك ليه؟ انا ما اعرفش. انا اقول لك ان انا هعمل الدرج ده للشرابات. طيب اوكي اوكي، مش لازم تبقي عارفه. ليه يا حبيبي؟ واعرف ليه؟ دي شرباتك انت. يا حبيبتي انا مش بقول لك البسيهم، اصل انا قعدت ادور على شراباتي ما لقيتش غير ثلاث فرد بس ومش لاقي التانيين. فين التانيين بتوعهم؟ اعتقد في واحد في الحمام، وبيتهيألي ان انا شفت واحد ورا السرير سموير هناك. هما ما اتغسلوش كمان؟ مين اللي يغسلهم؟ مين اللي يغسلهم؟ حبيبتي انت مش المفروض تكوني واخده بالك من الحاجات دي؟ معلش يا حبيبي، انت عارف ان انا مش متعوده. بقول لك ايه، يلا نلبس بقى عشان نخرج نتغدى بره. نتغدى بره ايه؟ واحنا مش هناكل في البيت ابدا عمرنا. يا بيبي ما انا قلت لك قبل كده مش بعرف اطبخ. بس اكيد بتعرفي تنظفي، يعني البيت زي الزفت. يعني انا حقيقة ما كنتش اعرف ان انت ست بيت يعني محترفه كده. والله طب ماشي مش عيب، روح بقى لست البيت الشاطره يا عمر. بهزر بهزر معاكي، تاخدي كل حاجه قفش كده. على فكره هزارك تقيل. انا اسف. وجارح. انا اسف اسف. انا اسف.
عارفه انه بيقارن بيني وبين مراته القديمه. انا مش بس عارفه، انا متاكده، بس هو لازم يفهم ان انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي، ما اتعودتش اعملها. داليا، داليا ما بترديش عليا ليه؟ انت هتستهبلي؟ عامله نفسك ناسيه اللي حصل منك امبارح؟ ما انا بعتلك مسج وقلت لك ان انا اسفه. والله متشكره جدا، كتر خيرك. اسمعي يا ديما، قبل كده مع تامر انا كنت قادره افهم انك تغير عليه مني، مع انه برضه ما ينفعش، لكن المره دي ده مش صاحبك، ده جوزك. انا مش جايه من الشارع، الدنيا ما خلصتش علشان ابص لجوز اختي. الموقف ده لو حصل مره تانية قسما عظما عمري ما احسن معاك. خلاص بقى ما تزعليش مني، انا اسف. خلاص طيب. خلاص بجد مش زعلانة؟ خلاص ماشي ماشي. اسمعي بقى ها، وركزي معايا، ركزي معايا في اللي هقوله لك عشان خاطر. عاملك حاجة تشربها يا بيبي؟ لا ميرسي يا حبيبتي، أنا بشرب قهوة. أنا فكرت لك في حتة فكرة تجنن، بس عايزة يعني إنتاج تقيل شوية. ماشي، خلص بس موضوع الفيلم اللي أنا بكتبه دلوقتي ده وبعدين نشوف الحكاية بتاعتك. طيب بس خلص بقى، انت ليه بقيت تطول كده في الكتابه؟ اطول ايه؟ انا بقاليش اسبوع بكتب فيه. وبعدين هو انت بتديني فرصه ابدا؟ احنا ما بنقعدش في البيت 4 ساعات على بعض يا دي. سوري يا حبيبي، يعني لو اللايف ستايل بتاعي مش مناسب ليك. بس صح، انا لازم اهدى. تعرف انت هتبقى اهم مؤلف في مصر. لو ده حصل هتبقى انت السبب بعد ربنا. انا عمري ما هنسى وقفتك جنبي. ما تقلقش، قريب قوي هترد لي جميل. ازاي؟ انا بحس يا عمر ان ربنا جمعنا ببعض عشان نكبر بعض ونحقق احلامنا اللي ما كناش قادرين نحققها. وزي ما انت مش لاقي نفسك انا كمان مش لاقي نفسي. انا ما اتخلقتش عشان اكون ضل داليا فهمي. انا عايزه امثل. مالك يا عمر؟ انت مش طبيعي، في ايه؟ لا عادي مفيش حاجه. لا مش عادي طبعا، ممكن تتكلم لو سمحت؟ بس انا بصراحه يعني اتفاجئت من موضوع انك عايزه تمثلي ده، كانت مفاجاه بالنسبه لي يعني. بس واضح انها مش مفاجاه حلوه. يعني مش مسألة حلوة أو وحشة، يعني مسألة إن أنت يعني إيه اللي جاب الموضوع ده على دماغك أساسا؟ يعني عمرك ما فتحتني فيه قبل كده. أنت فاكرني عبيطة يا عمر؟ أنا ما بحلمش في حياتي غير بالتمثيل أصلا. أنا اللي كان المفروض أبقى ممثلة مش داليا. داليا ولا كان على بالها أصلا. كل الحكاية إن أنا خدتها معايا أوديشن فقبلوها هي. نصيب بقى. وبعدين انت شايفني منفعش ليه؟ داليا احلى مني في ايه؟ يا حبيبتي الموضوع مش مساله حلاوه وحاشه، الموضوع في الموهبه. مين قالك ان انا مش موهوبه؟ مين قالك؟ فاكر يا عمر اول مره شفتك فيها قلت لك ايه؟ عمري ما هنسى، قلت لي انك حاسه ان انا موهوب وان انا جوايا طاقه كبيره جدا. طيب كويس انك لسه فاكر، وقفت جنبك وساعدتك وانا ما اعرفكش، انما دلوقتي انا مراتك وحبيبتك وانت مش عايز توقف جنبي وبتشكك فيا. هدي ما انا مش بشكك فيكي، كل الحكايه ان انا يعني مش قادر اقبل او اقتنع او اصدق او مش قادر اقبل ان مراتي تكون شخص مشهور. قول كده بقى، انت خايف ان انا ابقى ناجحه اكتر منك صح؟
ولا خايف قصتك مع شيرين تتكرر؟ متخافش يا عم، طول ما انا في حياتك مش هتشوف فشل ابدا. تصبح على خير. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. اوبا، ايه الصاروخ اللي دخل علينا ده؟ عمر مش دي شيرين؟ عمر انا بكلمك. ايوه هي، والمفروض بقى ان دي صدفه. ايوه طبعا صدفه. لا طبعا مش صدفه. من فضلك انا عايزه الناس كلهم يبقوا قاعدين، مش عايزه حد يوقف. يا جماعه مين دي؟ حد يعرفها؟ هو في ايه؟ دي شيرين طليقتي. يا نهار اسود، فاكر جاي تحتفل النهارده؟ انت ليلتك سودا. ايه دي موزه؟ مين دي؟ انا عايز اعرف مين دي. اقطم بقى، دي شيرين طليقه عمر. طليقه عمر؟ يا ابن المحظوظه. لا العيب. هو مش ده استاذ عمر؟ اه هو. طبعا دي مش صدفه. طبعا صدفه. لا والله ماشي. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. لو سمحت انا عايزه امشي دلوقتي حالا. امشي. انت اتجننتي؟ هننكد على الناس دي كلها ازاي يعني؟ اقسم بالله انا ما اعرف ان شيرين هتبقى هنا، وبعدين مش معقول عشان موقف شخصي بينا ننكد على الناس دي كلها. ايه عالي بقى؟ انت ليه متخيل ان احنا لما نمشي كل الناس دي هتمشي؟ عايز الناس هتكمل سهرتها عادي. وطي صوتك بقى. بقول لكم ايه، انتوا هتقعدوا تتودوا كده كتير؟ داليا سيبي عمر جنبي هنا. بس بقى دقيقتين وجاية. رايحة فين يا ديما؟ الحمام. حركات بلدي قوي ومفقوسة. سوري، انت بتكلميني انا؟ ايوه بكلمك. مش بس بكلمك، انا بحصرك. انت لما كنتي متجوزة عمر انا احترمت اللي بينكم. دلوقتي جت دور عليكي تحترميني. عمر جوزي، وانا مش هسمح ابدا انك تتجاوزي حدودك معي. انتي جريئة قوي. اصحي يا ماما، انتي خطفتي جوزي مني. بس اشبعي بيه، انا مش عايزاه. هقولك بس على حاجة، الدنيا دي دوار كما تدين تدان. هاي. اهلا. معاها. انت عايزه تفهميني اللي بيحصل ده طبيعي وصدفه؟ جاوبيني الاول، اتكلمتي معاها ولا لا؟ ايوه طبعا اتكلمت معاها. قلتي ايه يا زفت؟ شيرين. افندم. ايه اللي حصل جوه؟ والله تقدر تسالي مراتك، ما تسالنيش انا. دلوقتي احنا نقعد نتكلم مع بعض كده وهي قاعده تستفرد بجوزي بره؟ اتفضلي. طيب قولي لي حصل ايه؟ كمان وقفت تتكلم معاها؟ ايه اللي حصل جوه؟ يا سلام، على اساس ان انت كنت بتتكلم مع مين مثلا؟ دي صوتك بقى. يا جماعه يا جماعه، شكلين بقى زي الزفت. انا اسف، اسف جدا. انا اللي اسف، انا اللي اسف. اجري اركي ورا، روح اجري ورا. ممكن صوره؟ سوري مش وقت. بتنكى قوي. ايه ده؟ انت عارف من الاول
انت مش بتنزل ليه؟ اطلعي هنا شويه وجاي. اطلع. ساعات السكوت بيكون إجابة. بتعيطي ليه؟ أنا مش بعيط. والله؟ أنت مش شايفة وشك عامل إزاي؟ وشك كله دموع. في إيه؟ أنت اتضايقتي إن أنا ما طلعتش معاكي؟ أنت كنت فين يا عمرو؟ كنت عند شيرين صح؟ إيه العبط ده؟ ايه اللي هيوديني لشيرين؟ مش فاهم يعني. بعدين انت ازاي تفكري كده اصلا؟ بجد؟ ايوه بجد يا حبيبتي. شيرين دي طليقتي وام ابني، بس ايه اللي هيوديني ليها النهارده؟ ما اعرفش، انا حسيت كده ومش حسيت، بس انا متاكده يا حبيبتي. كل الحكايه ان انا اتضايقت من اللي حصل النهارده في المطعم، وقلت ان انا لو كنت طلعت معاكي البيت كنا هنتخانق، وانا مش عايز يحصل بيني وبينك اي مشاكل. بجد يا عمر، يعني انت بتحبني انا صح؟ طبعا طبعا بحبك، طبعا بحبك قوي قوي كمان. في حاجه مش طبيعيه بتحصل يا داليا. سيبي شعرك ده وركزي معايا شويه يا بنتي. مركزه معاكي، ما تقلقيش. حتى بالاماره بتقولي لي ان في حاجه مش طبيعيه، كملي. ها وبعدين؟ شيرين بقى فجأة عندها انستجرام، وطول النهار اونلاين على الفيسبوك، وطبعا البي كومنتات هنا لايكات هنا. بحجة ايه بقى؟ بحجة ان ابنه احمد في الصورة. انا لسه مش شايفة اي حاجة مش طبيعية، عادي يعني. لا ما انت مش فاهمة، في نفس الوقت بقى ايه اللي حصل؟ عمر مش مركز معايا خالص، مش عايز يقعد معايا ومش عايز يخرج معايا، وطول النهار بره، يا اما عند ايهاب يا اما عند احمد ابنه، والله اعلم اللي بيحصل بينه وبين شيرين. يا ديما انت ليه مكبره المواضيع كده؟ ما هي كانت مراته، يعني لو كانت عاجباه ولا مريحاه كان طلقها ليه؟ ايوه، بس المثل بيقول القديمه تحلى، بس الجديده احلى. مساء الفل. مساء النور. ممكن اشوفك بكره؟ خير. لما اشوفك هقولك. عمر، انت طلبت مني انك تطمن عليا في الواتساب وقلت لك اوكي، ليه كل شويه طلب جديد؟ ما تبقاش طماع. والله محتاج اشوفك ضروري، ومحتاج دلوقتي حاجه كمان. ايه؟ ممكن صوري ليكي دلوقتي حالا؟ ليه؟ حابب اشوف صوري ليكي دلوقتي، صوره محدش شافها ولا هيشوفها غيري. ممكن؟ عشان خاطري. ازيك يا عمر؟ تمام الحمد لله. كنت فين؟ كنت عند داليا. انت بتعمل ايه؟ قاعد بشتغل. طيب
ممكن اشوف موبايلك؟ تشوفي ازاي؟ اشوفه عادي يعني. قصدك تفتشي؟ وليه بتسميه تفتيش؟ امال اسميه ايه؟ عايز تطمني على صحه الموبايل؟ طيب شوف كده مين بعت لك مسج، وبعدين انت ليه اصلا عامل موبايلك صحيح؟ عشان قاعد بشتغل. طب بص يا عمر، يا ريت تخفف الكومنتات واللايكات على صفحه الهانم. الهانم مين؟ شيرين. شيرين يا استاذ عمر، انا ما اقبلش بكده ومش هسمح اشوف المناظر دي مره تانية، انت فاهم؟ رايح فين؟ بص يا ديما، انا لما اتجوزتك كنت بدور على السعاده والراحه، الراحه النفسيه، الاستقرار النفسي. انما الحقيقه من ساعه ما اتقفل علينا باب واحد انا مش شايف غير قلق، توتر، غيره اوفر، تصرفات ملهاش اي علاقه بالمسؤوليه. ياه يا خساره يا عمر، مره واحده بقى فيا كل العيوب دي. طيب لو مش مرتاح معايا طلقني. يعني بعد ما انتي وقفتي جنبه وخليتيه انسان ناجح وبقى السوق كله بيتكلم عنه، عاوزه هي تاخده على الجاهز؟ لا تبقى خيبه. شفتي انا حظي كده، كل اللي اقف جنبهم واساعدهم يجوا في الاخر وينسوني. بطلي بس تعملي فيها شهيده وركزي ازاي تحافظي على جوزك. شهيده؟ والله انتي بتحبي تعملي فيها شهيده. مين دول بقى اللي وقفتي جنبيهم ونسيوكي بعد كده؟ يا سلام، انتي اولهم يا داليا. انا قصدك ايه يعني؟ مش بقولك بتنسوا؟ هو لولايا انا كنت بقيتي داليا فهمي النجمه المعروفه؟ مين عرفك طريقه التمثيل؟ مش انا؟ لا مش انتي، ده نصيبي، ربنا عاوزني انا اللي انجح في المجال ده. وما تنسيش اول ما بقيت ممثله اهتميت واشتغلت على نفسي وتعبت كتير عشان احقق النجاح ده. وانا عمري ما زعلت من نجاحي، لكن عمرك فكرتي تساعديني ان انا كمان امثل؟ وانت عارفه كويس قوي ان انا بحب التمثيل يمكن اكتر منك كمان. والله انت عمرك ما طلبتي، وبعدين عملتي 100 اوديشن قبل كده ما اخدوكيش، عاوزاني افرضك عليهم؟ انت قصدك ان انا ما انفعش؟ طبعا ما اعرفش. امال ليه عمرك ما اتقبلتي في اي كاستنج؟ طب لعلمك بقى انا بمثل واحسن منك كمان، وانت عارفه ده كويس قوي. والله ما مصدق اللي بسمعه. كملي كملي، في ايه كمان؟ طلعي كل اللي جواكي، ده طلع في سواد كتير قوي وما كانش باين. انت عايزه تقولي اني حقوده؟ انا مش عايزه اقول حاجه، كلامك هو اللي بيقول. وعلى فكره انا من اول ما دخلت الشغلانه دي كنت بشوف في عينيكي نظرات انا ما كنتش فاهماها، لكن دلوقتي بس فهمتها. بعد اذنك انا عندي مواعيد كتير ولازم امشي، ويا رب العربيه ما تتقلب بيا. انت اللي طلبتي مني ده؟ لا، انت اللي طلبتي ده مني. انت اللي طلبتي ده مني. انت اللي طلبتي. اوف. طيب يبقى انت اللي طلبتي مني كده. احلى، طلبتي مني كده. الو، مساء الخير، انا عمر. استاذ وائل نصر الله. اهلا وسهلا. ايه عايز تسرق مني فيلم جديد ولا ايه؟ لا مفيش مشكله، خلاص لو عايز تشوفني في مكان ممكن تيجي لي فيه. خد العنوان. يا استاذ عمر صدقني انا راجل مش بتاع مشاكل، موضوع الفيلم ده كله حصل بالصدفه. والله صدفه او مش صدفه انا مش هتنازل عن حاجه. شوف أنا كنت صورت 5 أيام من الفيلم، وبعد كده الفيلم وقف، وبصراحة أنا عايز أكمل. تعال نظبط الدنيا ونعمل تصالح أو تاخد مبلغ مناسب.
يعني نتفاهم. قبل ما نتفاهم انا عايز اعرف الفيلم ده وصل لك ازاي. اقول لك، في سيده فاضله كانت صديقه امي الله يرحمها اسمها يسريه المهدي، قالت لي ان في واحده قريبتها اسمها شيرين، شيرين دي عندها شركه مستلزمات طبيه وعايزه تنتج وتشاركني، وطلبت مني ننتج الفيلم ده. شيرين طلبت منك تنتجوا الفيلم ده؟ ايوه، وكانت متحمسه جدا. بصراحه انا ما كنتش متحمس، وقريت الفيلم كده على السريع، جايز لاني كنت عايز ادخل في مشروع تاني كبير. قلت لها الفيلم ده وحش، بطفش يعني. طب وهي قالت لك ايه لما انت قلت لها الفيلم ده وحش؟ والله اللي انا فاكره ولفت نظري جدا ان لما قلت لها زعلت قوي ولقيتها في دنيا تانية، لدرجه ان كنت بكلمها ما كانتش سامعاني. وكسر الشاطر احمد الحجر الكبير ودخل على الاميره، جاب لها خاتم حلو قوي قوي قوي، واتجوزوا وخلفوا وعاشوا في تبات ونبات، وخلفوا صبيان وبنات وتوته توته فرقه الحدوته. حلو ولا مش توته؟ طالما بابي قايلها تبقى حلوه صح؟ يلا يلا تصبح على خير. وانت من اهله. يلا. انا ولا كان يجي على بالي لحظه ان انت ممكن تكوني مهتميه بيا لدرجه انك تفكري تنتجي لي. انا مش مصدق. امال انت كنت فاكر ايه؟ كنت فاكر ان انا عايزه ابعدك عن حلمك اللي انت مصدقه؟ اكيد لا. انا كنت عايزه اشوفك انسان كويس سعيد ومبسوط وناجح. هي بس انت عمرك ما عبرتي عن اللي جواكي كده، عمرك ما طلعتي لي مشاعرك دي. بالعكس انا كنت بحس انك انت بتختاري الفاظ تضايقني وتهزني. انا ما انكرش اني غلطت يا عمر، بس انت كمان غلطت. احنا بدل ما كنا بنقعد نتكلم ونتفاهم بالراحه كنا عاملين زي الديوك وقلبينها حرب، كل واحد فينا عايز يطلع منها وهو الكسبان. انت طول الوقت عايز تثبت ان انت صح، وانا نفس الحكايه، كنت بختار الكلام اللي يوجعك عشان انت لسه قايل لي كلمه تجرحني. في النهايه ده عمره ما وصلنا لحاجه. وصلنا للطلاق. وصلنا لان انت تحب واحده تانيه عليا. دي ما ظهرت في حياتي في وقت يا شيرين، كنت خلاص فقدت الامل ان اكمل حياتي معاكي. ظهرت في حياتي وغيرت لي حياتي، كانت بتشجعني ومؤمنه بيا وواقفه جنبي. عكسك انت خالص، انت في الوقت ده كنت خلاص واحده تانيه غير اللي حبيتها زمان وعرفتها. انت في الوقت ده كنت بتقصدي ان انت تضايقيني، وكنت بحس ان انت عايزاني افشل. وديك اكتشفت ان دي مش الحقيقه، بس خساره اكتشفت متاخر. بس انت اتغيرتي قوي يا شيرين، كل حاجه فيك رجعت زي الاول، بقيتي حلوه وزي القمر، حتى صوتك هتحس ان انا بسمعه زي ما كنت بسمعه اول مره في حياتي. انا بصراحه مش قادر اتجاهل كل ده. بس انت دلوقتي راجل متجوز واكيد مش هتخون مراتك، ولا تعودت على ده؟ لا يا شيرين، انا مش عايز اخون اي حد. شيرين انا عايز ارجع لك. عمته جت. جت في وقتها. وقت مش مناسب. مش كده دي، ما انت هنا ليه؟ انت اللي ليه هنا يا عمر؟ اظن هتقولي انت بتقبني احمد، بس هو فين؟ هو فين احمد يا عمر؟ اكيد نايم. بس واضح ان القعده حلوه وحديث الماضي والذكريات كان شغال. هقولك على حاجه يا عمر، ام ابنك ست حلوه
وبتحبك. وانت كمان لسه بتحبها. وواضح انها استوعبت الدرس كويس. وانا كمان استوعبت الدرس كويس. أرجوك يا عمر طلعني. طلقتها، يمكن ظلمتها ويمكن ما تستاهلش مني ده. دي ما بنت طيبة وقفت جنبي، بس هي فيها عيوب زي ما شيرين فيها عيوب، وأنا كمان فيها عيوب. احنا كلنا بشر مش ملايكه.